السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من طبعة محدودة. ضيف هذه الحلقة سيكون الملا باختيار، مسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد الوطني الكردستاني. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك. يا مرحبا بك. أول ما يتبادر للذهن عبارة الملا. نعم. الملا هذا من جه اللقب؟ اسم حركي. أها. يعني اسم الحقيقي حكمة محمد كريم. نعم. متولد في خانقين. نعم. بس من صعدنا للجبل للمقاومة 76 طبعا اسم الملا مستحب داخل جماهير الفلاحية. نعم. وأنا ذاك لازم كل مسؤول وكل بيشمركة كان يحمل لقب. نعم. اسم حتى يخفي نفسه، والنظام كانوا يقبضون على أهله، كل أهله يزجوهم بالسجون. نعم. على مدى هذا أنا اختاريت ملا باختيار حتى شوي يكون شعبي مع الناس و مستحب من قبل رجال الدين وهذول، وراح الاسم لحد الآن. بس لقب الملا أبعد ما يكون. لا يعني مو عن خطك بالحياة. لا يعني مو ملا. يعني اتجاهك يعني يساري. اتجاهي يعني ديمقراطي علماني يعني بالحياة. أها. يعني يمكن اسمك ما كان مطروح بكثرة في الفترة الماضية، يعني اللي قبل التسعينات. قبل التسعينات كنا بالجبل إلى 91، 76 إلى 91 كنا بالجبل في المقاومة. وأنا ذاك كان إمكانياتنا الإعلامية إذاعة واحدة وبث برامجها من عام 1989 فما فوق. البرنامج الإذاعة كان صغير، يعني بثه كان يستوعب إقليم كردستان بالكاد بالكاد. على مود هذا إحنا بس داخل الشعب الكردي، داخل الحركة السياسية والنضالية الكردستانية كنا يعني نجمنا ساطع، بس على صعيد المنطقة وهذا عدا اجتماعاتنا مع الأحزاب وسفراتنا وزياراتنا إلى دول المنطقة وهذا، يعني القنوات التلفزيونية كانت مجحفة بحقنا حقيقة. احنا اليوم يجوز بدنا نعوض هالشيء، بس لتسألك بالبداية، هل صح أنك بالفترة بال 86 انشقيت عن الاتحاد الوطني؟ نعم. ما السبب؟ أنا كنت يساري حقيقة، كنت يساري وماركسي، والسبب الرئيسي وكان الخلاف العميق الأيديولوجي بيننا. نعم. ممكن توضح أكثر يعني الخلاف؟ يعني إحنا كان عندنا عصبة الماركسية اللينينية، وإحنا تيار كنا داخل العصبة نشعر بأنه شوية شوية العصبة ينحرف عن الأيديولوجية الماركسية، وبدينا من 82 إلى 86 بدينا نحاول بأنه نعيد العقل اليساري الحقيقي إلى العصبة في الكونفرنسات، كونفرنس الأول، كونفرنس الثاني، كونفرنس الثالث، تحملنا بسبب نضال الجبال وهذا. بس 84 كانت هناك مفاوضات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والنظام العراقي، شفنا بأنه هذا ما يفيد هكذا. على مود هذا أصبحنا تيارين مختلف. إذا ما شقيت أسست يعني راية الثورة. راية الثورة. هل صحيح المعلومة اللي تقول أنه حضرتك شقيت بسبب اعتراضك على انفصال أو على الانعزال بوطن قومي للكرد؟ لا، كاستراتيجية احنا نؤمن بحق تقرير مصيرنا، بس كمرحلة سياسية بعد الثورة من 76 كانت شعارنا واضحة بأنه الثورة العراقية المندلعة من جبال كردستان أول مرة. نعم. هاي الشعار الاتحاد الوطني الكردستاني، وبعدين شوية شوية هاي الشعار شفنا المعارضة العراقية ما يلتحق، وكانت معارضة ضعيفة جدا جدا. نعم. بقينا احنا الاتحاد الوطني الكردستاني رافعين شعار الديمقراطية الحقيقية للعراق والحكم الذاتي الحقيقي لكردستان العراق. لكردستان العراق. بعد سقوط نظام الشاه انشائي وشرق كردستان برزت حركة تحررية ديمقراطية آنذاك، وفي شمال كردستان أيضا يعني الحركات السياسية والأحزاب السياسية تشكلت آنذاك، وكانت هناك شبح حريات للأحزاب السياسية. أي الحركة القومية في شرق كردستان وشمال كردستان تطورت وتعمقت، هذا أثر على بعض من رفاقنا يفكرون باستراتيجية توحيد أربع أجزاء من كردستان.
أنا من الذين كنت أكد بأنه استراتيجية توحيد أربع أجزاء كردستان مستقبلاً كماكزيموم كبرنامج حد الأدنى لتحرير كردستان هذا صح، بس في هذه المرحلة إحنا جزء من العراق. مرحلياً هو خطأ. مرحلياً خطأ قلت. بس هذا يعني هذا سبب كافي إنه تدفع الثمن أن يتم إلقاء القبض؟ لا، هو كان هذا السبب، كان هو حقيقة مخاوفه من تأثيرنا داخل الاتحاد الوطني الكردستاني داخل الثورة. يعني أتذكر بأنه مام جلال كان سكرتير الاتحاد وكان مستاء من هالحالة جداً، من كل الهجوم على راية الثورة على القبض عليهم، وأنا بس قايل مع هذا للمقربين منه، قال إذا كنا ما نحاول نضرب راية الثورة كان يصبرون الاتحاد الوطني الكردستاني ويكسبون أكثرية الاتحاد الوطني الكردستاني لجانبهم. بس تم الحكم عليك بالإعدام. تم حكم من قبل العصبة وليس من قبل فخامة رئيس مام جلال أو مكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني. يعني علاقتك جيدة بمام جلال من البداية؟ طبعا. هل صحيح أن هناك علاقة يعني مصاهرة؟ نعم. مع مام جلال؟ نعم. ممكن ابنك؟ لا، بنتي زوجة ابن الكبير لمام جلال. أها، أوكي. يعني أيضا أنا دردخت يعني خلينا نقول يعني بعض المحطات الشخصية. حضرتك مهتم بالجانب الثقافي رغم أنك يمكن ما تخصصت بمجال معين أو ما كملت الدراسة. أنا بمرحلة النضال والمسلح والجبل وما أدري شنو، طبعا أنا من عام 1972 من خانق انصدر علي إلقاء قبض وهربت وانتهى كل شيء، انتهى بحياتي، صار سياسة إلى عام 1975 من انهار الحركة الكردية رجعت، وبعد 5 شهور صدر علي أيضا إلقاء قبض، وبعد 5 شهور من شهر التاسع إلى ربيع عام 1976 صدر علي أمر الإعدام من قبل مجلس قيادة الثورة. نعم. وبقيت مختفي في سليمانية سنة وسبعة أشهر، وبعدين التحقت بالثورة، والثورة كان مصيرنا. يعني 15 سنة أنا كنت في أشبرقة وأقاتل. نعم. إلى انتفاضة، بعد الانتفاضة رجعنا ومسؤولياتنا كانت إدارة البلد وخدمة البلد وتعميق الديمقراطية والمناكفات التي كانت موجودة آنذاك بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني، بيننا وبين الأحزاب الأخرى. ولكن بعد بعد السقوط سجلت في جامعة الحرة في هولندا وحصلت على بكالوريوس في العلوم السياسية. أنا أقصد بهالسؤال أنه أنت يعني صاحب مؤسسة قلاويج وهي يعني مركز التنوير، يعني هي مؤسسة تعنى خلينا نقول بالحوار. نعم. الثقافي والأدبي. نعم نعم جدا. ورسالتها يعني تعتقد شوف يعني أكو هناك مركز باسم مركز التنوير لتشاودير. نعم. مركز تنوير لتشاودير، مركز تنوير للمراقبة، مراقبة الأفكار السيئة. أوكي. جوهر واستراتيجية المركز هو الديمقراطية الحقيقية والتحولات الاجتماعية والتنوير، وطبعا السيستم السيكولاري، السيستم العلماني. هذا المركز له دور مؤثر جدا جدا. لدينا مهرجان شهر 11 سوف ننظم المهرجان 20، يعني أصبحت 20 سنة متتالية نحن نعقد هذا المهرجان، هذا مهم جدا. وعندنا كونفرنس آخر باسم كونفرنس القطيعة باللغة الكردية يسمونها بران، هذا الكونفرنس منكب حول المعرفة الأبستمولوجيا. القطيعة؟ القطيعة معرفة قطيعة. القطيعة مع من؟ مع قرون الوسطى، مع كل عقليات قرون الوسطى أيديولوجيا واجتماعيا، مع كل هذا. وبناء عقلية جديدة، بناء إنسان جديد بالفكر النير والتنويري والحداثوي، هذا هو مهمتنا. ما مستعجلين، وإحنا ضد الإلحاد طبعا، واضح ضد الإلحاد، إحنا بهدوء نناضل من أجل تنوير العقول. يعني أقصد لمن تنافسون؟ لأي أوصاف؟ نافسين تذكرت القرون الوسطى. كل القوى الإسلامية اللي يحملون أيديولوجية معينة ضد العلمانية، ضد الديمقراطية، ضد التنوير، إحنا بالضد منهم، مختلفين معهم استراتيجيا جدا. بس بعض هاي الأفكار الإسلامية موجودة بشكل أحزاب الآن.
الساحة الكردستانية سياسيا هم حر، بس ايديولوجيا ليس لهم الحق بأن يعودوا حركة التاريخ إلى قرون الوسطى. احنا نناضل من أجل بأنه يبقى المجتمع تتطور نحو الأمام ولا نعم تنحرج نحو الخلف. أنت تعتقد الشعب في كردستان، الجماهير في كردستان الصبغة الغالبة ذات اتجاه علماني ولا اتجاه إسلامي؟ الانتخابات تدل بأنه الشعب مع الديمقراطية، الشعب مع العلمانية، الشعب مع الحركة القومية التحررية الكردية. كل الأحزاب الإسلامية الموجودة في كردستان العراق في آخر انتخابات حصلوا على 17% من الأصوات. يعني إذا ماكو خشية من تهديد حقيقي؟ ليش لا؟ من كان يتصور بأنه مصر يتحول إلى كابوس من الصراعات والتناحرات والقتل وسيناء تصبح مركز إرهابي خطير جدا؟ من كان يتصور بأنه ليبيا تتفكك هكذا والدولة تنحدر إلى حافة الهاوية؟ من كان يتصور بأنه اليمن تصبح عدة يمنات وعدة كانتونات قبلية ومذهبية و سلفية خطيرة جدا؟ من كان يتصور سوريا أحد دول المتحضرة بالمنطقة؟ العرب كانوا يتباهون بمدنية سوريا ولبنان، والنتيجة شفنا بأنه الآن نصف مليون إنسان راح نتيجة العقلية القومية ضيقة وعقلية سلفية ضيقة. من كان يتصور العراق يصل إلى هذه الحالة اللي بعد سقوط صدام الجميع الرأي العام كنا ننتظر بأنه يتحقق الديمقراطية ولو بحد الأدنى، ولكن انفجرت الضغينة المذهبية والطائفية في هذا البلد. هذه الأمور لازم نتعمق به ونستنتج النتائج الخطيرة التي يترتب على هذه العقول اللي تربى وتفاقمت خلال مئات السنين داخل هذه المجتمعات. بس انتم يعني انت تعتقد انه انتم نجحتوا في خلق في النموذج اللي يحتذى به؟ ما ايضا موجود الفساد والاخفاقات بالجانب الاخر. فساد شيء وهيمنه العقليه السلفيه شيء اخر. فساد له علاقه بالنظام، وهيمنه العقليه السلفيه له علاقه ببواطن المجتمع، بخفايا المجتمع. اعرف، لكن اقصد اذا ما كان اكو نموذج اللي يتم الاقتداء به كشيء منطقي انه تنحرف الجماهير للنموذج الجاهز الاخر اللي يتحدث باسم الله، يعني باسم الدين، باسم العقيده، باسم نماذج مختلفه موجوده في اوروبا. ما كانت هكذا في اوروبا، لان كان هناك عصر النهضه، اصلاح الديني، التنوير، ثوره الصناعيه، ثوره الديمقراطيه، المدنيه، العلمانيه، والان الحداثه وما بعد الحداثه. باستمرار اكو هكذا تحولات نحو التقدم وليس يتراجعون الى الوراء. بس في مجتمعاتنا ليس هناك التنوير بالمعنى الحقيقي ولا نهضة بالمعنى الحقيقي ولا إصلاح ديني، ما موجود أبدا. حتى الانتقادات ما موجودة، انتقادات بناءة ونيرة داخل مجتمعاتنا. حتى الأحزاب السياسية اللي كانوا يعتبرون نفسهم يساريين وديمقراطيين حقيقيين تنصلوا من هذه من هذا المهمة التاريخية. هذا قصدي. أقصد أنتم يعني هل تعتقد أنكم قد نجحتم في إثارة انتباه الجمهور؟ أو أن لا 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 ليش لا؟ طبعا أقول بأنه 80% وأكثر الأحزاب القومية واللي ندعي الديمقراطية نحصل على أصوات 80 إلى 83%، بس هذا لا يدل بأنه هناك تحول ذهني، تحول فلسفي، تحول أيديولوجي حقيقي داخل مجتمعاتنا، بدليل بأنه من 91 إلى حد الآن أي تيار سلفي يحمل السلاح يلتحق به بالمئات وبالآلاف مناصرين معهم موجود. هذا يدل على أنه هذا يناقض الكلام اللي ذكرته قبل شوي حضرتك لما قلت لي خلينا نرجع إلى نتائج الانتخابات. نعم، شوف نتائج الانتخابات 83%، 80% اللي يصوتون نحن نحصل عليه، 17%، 18%، 19% فترة مع فترة يحصل عليه الأحزاب الإسلامية. بس هناك خارج هذا الإطار المشاركين بالانتخابات ما يتجاوز 70%، خارج هذا الإطار قاعدين سلفيين أفكارهم متخلفة. كل مرة يبرز حركة إسلامية سلفية جهادية
داخل هؤلاء وغيرهم يلتحق بهم بالمئات. هكذا. أي. لكن أقصد كاتحاد وطني. نعم. ما السبب في إذا اتفقت يعني وياي، ما السبب في تدني الشعبية؟ حقيقة إحنا حدث انشقاق بيناتنا. حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني، إذا نجمع الصوتين للحركة والاتحاد الوطني الكردستاني شاهد بأنه ماكو هناك، ليست هناك تدني. احنا نفس الكتلة كتيارين احتفظنا على شعبيتنا وشوية أكثر همينا. الحزب الديمقراطي الكردستاني في أول الانتخابات 92 حصل على حوالي 49% والآن حصل على 36%. احنا حركة وحركة التغيير نجمع أصواتنا داخل البرلمان هم 24 صوت واحنا 18 صوت واحنا 42 صوت. 42 يعني بشكل عام ليست هناك تدني في الأصوات، ولكن المشاكل السياسية أثرت علينا وهكذا رأينا النتائج. طيب إذا كنت أنت فرح بهذا الرقم 42، ما السبب الذي دعاك أن تعارض الاتفاق مع التغيير؟ ما معارض. عندك تحفظات؟ عندي تحفظات حول بعض النقاط. مثل؟ وداخل الاجتماع لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني أنا مؤيد الاتفاقية، بس تحفظاتي حول بعض النقاط ومخاوفي هناك بأنه هذا الاتفاق يأثر على العلاقة السياسية الموجودة بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني. على العلاقة مع الاتفاق، على الاتفاق مع الحزب الديمقراطي. على الاتفاقية لا احنا لحد الان عندنا اتفاقية استراتيجية مع الحزب. انت تخاف على هاي الاتفاقية؟ اخاف، لدي مخاوف جادة. وشون يعني تضحي بال 24؟ لا ما لا تضحية ولا شيء. اني مع اتفاق متوازن، موزون ومتوازن. موزون بيننا وبين حركة التغيير، ومتوازن بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني، واللي انشده هذا فقط. إلى ماذا تلمح؟ ألمح بأنه لدي مخاوف بأنه تتعمق الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبيننا أيضا. هذا في حالة موجود هناك خلاف عميق بين حركة التغيير وحزب الديمقراطي الكردستاني، ونحن سعينا جدا 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 بأنه نقلل هذا الخلاف بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير، ولكن مع الأسف في حد الآن لم نفلح، بالرغم من أنه المشاكل الإعلامية والحرب الإعلامية بين حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني قللناه. نعم صحيح. والكتل الكردستانية في بغداد هناك تعاون بينهم، ومرة نتيجة مسعانا الحزب الديمقراطي الكردستاني أتوا إلى سليمانية وزاروا مركز الرئيسي لحركة التغيير، وكنا نحن مهندسي هذه الحالة. لكن أنا يعني لما قبل شوي لما قلت لك إلى ماذا تلمح، أنا أقصد أنت تخشى من نقطة معينة بالاتفاق، مثلا نعم السعي يعني نحو نظام برلماني وليس رئاسي، أو موضوع زعمت ثلاث نقاط ما مهضومة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقبل الاتفاق كان للحزب الديمقراطي خلاف مع حركة التغيير ومعانا حول هذه النقاط. أوكي. مثلا ائتلاف كتلة الاتحاد وكتلة حركة التغيير داخل برلمان العراق وبرلمان كردستان ومجالس المحافظات، ائتلاف يكون ضد من؟ الحزب الديمقراطي الكردستاني يفسر هذا الائتلاف بأنه ضد الحزب، ضد حزب الديمقراطي. مثلا نصر على أنه النظام يكون برلماني 100%، هذا حزب الديمقراطي ما يهضمه. مثلا نصر على أنه رئيس البرلمان ينتخب داخل البرلمان والنظام يكون برلماني صرف 100%، هذا حزب الديمقراطي الكردستاني نعرف مسبقا بأنه ما يقدرون يقبلونها. بس يا ولا باختيار، هذه قضايا جوهرية يعني لا يمكن المساومة عليها، أما أن تكون معها أو ضدها. يعني أقصد ماكو حل وسط حتى ممكن تكسب رضا. لا مثلا أنا من ناحية إعادة البرلمان، إحنا قبل هذا الاتفاق الاتحاد الوطني الكردستاني كان له سياسة تفعيل البرلمان وليس إعادة البرلمان بدون شرط، كان لنا شعار تفعيل البرلمان. مثلا هسه احنا غيرنا هالشعار واتفقنا على إعادة هيكلة البرلمان بدون شرط، بدون شرط البارتي رفضها مسبقا، اعرفها هذا لان انا رئيس وفد الاتحاد الوطني. اذا هذا مصير الفشل ليش ما حضرتك اعترضت بشكل صريح؟ اعترض الداخل يقول لك لا، نقول ما معترض يعني لا اعترض هذا على حول هذه النقاط. والاتفاق من 36 بند و
نقطة نقاط 36 وثلاث نقاط، أنا موافق على 33 نقطة مثلا. بس أنا عضو مسؤول داخل الاتحاد الوطني الكردستاني وأقبل رأي الأكثرية. يعني أوكي، بس هذا يعني يجرنا إلى سؤال آخر. هناك من ينتقد هذا الاتفاق ليس من جهة عقده مع التغيير، لكن على صعيد التنظيم الداخلي للاتحاد، أنه لم يتم مناقشته على مستوى القواعد. هذا أمور داخلية. هذه أمور داخلية. أريد أعرف رأيك يعني. يعني أمور داخلية. داخل يعني الاجتماع. يعني كثير بحثنا هذه المسألة. كثير من أعضاء الاتحاد ربما حتى من القيادين هم فوجئوا. أقوله مرة أخرى، هذه أمور داخلية بحتة وبحثناه داخل الاجتماع وانتقدنا هذا الجانب. أنت تتفق إذن مع الانتقاد؟ طبعا هذا صح. طيب. كان هذا هناك خشية من أن يؤدي هذا الاتفاق إلى قيادة وسيطرة محكمة من قبل نوشيروان مصطفى، لأنه بحسب الاتفاق أنه يكون هو خلينا نقول صاحب القرار الأعلى. ما أتصور شي نص الاتفاق؟ لا ما اتصور، الاتفاق هو بين حزبين. هو له قياده ويقود حركه تغيير، ونحن لنا قياده ونقود حزبنا، والنقاط المشتركه سوف نشكل لجنه مشتركه لمراقبه وتنفيذ الاتفاقين اللي اتفقنا عليه وينتهي الامر. الاتحاد صعب جدا يهيمن عليه واحد خارج الاتحاد، صعب جدا هذا فقط تكهنات. بس استشف يعني من اجاباتك، ما أقول عدم رضا، أقول عدم ارتياح بما سيؤول إليه الاتفاق. هناك احتمالات، هناك احتمالات، وأنا كإنسان مسؤول داخل الاتحاد لدي بعض المخاوف، لدي بعض التحفظات، هذا شيء طبيعي. ما تخاف الاتحاد يخسر الحالتين؟ لا، يعني يفشل الاتفاق مع التغيير ويخسر علاقته مع الديمقراطي؟ لا صعب، هذا صعب. الاتحاد الوطني الكردستاني وزنه كبير، قواته المسلحة كبير، ووجوده داخل الحكومة وداخل البرلمان في العراق في كردستان في المنطقة، وعلاقاته الدولية مع الاشتراكية الدولية. حزب لا يستهان به في أي حالة، صعب. طيب إذا كان حزب لا يستهان به، أتمنى عليك أنه شوية تكون يعني أكثر شفافية وياي في داخل الحزب. هل صحيح أن هناك اتجاهان رئيسيان أو تياران متصارعان او متنافسان حول ايش في داخل الاتحاد؟ حول يعني ربما على زعامه الاتحاد او من يقود الاتحاد. نعم، كانت هناك مشاكل كبيره بيننا. ولا زالت؟ ولا زالت. ماكو سبيل لحلها يعني لحد الان؟ انا ما كنت لا من هالطرف ولا من ذاك الطرف. انت ما محسب على طرف؟ لا، انا ما احسب نفسي على اي طرف. انا مره قلت، قالوا انت يا جناح، قلت انا جزء من الراس. انت مو قريب على هيرو خان؟ انا احترمها جدا جدا، وما اقبل اي مؤامره ضدها، وما اقبل اي شيء. لست بعيدا اذا عن الدكتور برهم صالح؟ دكتور برهم نائب سكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني رسميا لحد الان. نعم. واجبي ان احترمه، ما اقدر ما احترمه، بس هذا ما يدفعني بانه اقبل طروحاته. هذا الشيء واضح بالسياسه وبالحزبيه. وأنا حاولت جدا جدا مع السيد دكتور برهم بأنه نحل هالمشاكل بالروحية الرفاقية. مع الأسف لحد الآن مع كل الجهود اللي بذلته لم أفلح. أي الاتجاهين هو الأقرب للاتفاق إذن؟ يعني أقصد تيار دكتور برهم؟ الحمد لله الاتجاهين اتفقوا على هذا الاتفاق. نتمنى ذلك. أنا مدى لا هذا دقيقة. الاتجاهين اتفقوا على هذا الاتفاق. يعني اذا وين اختلافهم؟ على شنو اختلافهم؟ حول الامور الحزبيه، كيف اداره الاتحاد الوطني الكردستاني، صراعات امور بسيطه؟ مو بسيطه، لا مو بسيطة. امور جوهريه، انشقاقات موجوده في الاحزاب العالميه حول بند واحد من النظام الداخلي. ما تهدد وحده الحزب؟ مرحله التهديد انتهت. اتصور متى تعتقد الحزب جاوزنا هالمرحله؟ متى تعتقد الحزب الان يعني فاقد كثير من زخمه بسبب هذا اختلاف. أتصور هذا الاستقراع خاطئ حقيقة. بالعكس، الاتحاد الوطني الكردستاني حينما كان في خضم هذه المشاكل حصل على 18 كرسي، وبعدين
احنا قدرنا ان 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 نحاول نرمم امور الاتحاد الوطني الكردستاني، اعلام الاتحاد، سياسه الاتحاد الوطني الكردستاني، واصبحت الاتحاد محور لحل المشاكل وحزب متوازن بالمنطقه بالعراق وبكردستان. وبالنتيجه في الانتخابات الاخيره احنا صعدنا، اصبحنا 21 مقعد في العراق. بشهادة الأمم المتحدة، الأمريكان، الفرنسيين، الألمان، الاشتراكية الدولية العالمية شكروا الاتحاد الوطني الكردستاني للدور المشرف الذي لعبه بين الأحزاب الكردستانية والعراقية. يعني انتعشت الاتحاد الوطني الكردستاني. هذا الخلاف الداخلي ما كان خلاف بحد قوي بحيث يؤثر على شعبية الاتحاد الوطني الكردستاني. طيب إذا نظرت يعني نظرة خلينا نقول لشخص من خارج الاتحاد من 2009 لحد الآن إلى 2016، من يوم انشقاق التغيير إلى 2016، خلينا نقول نسميها اليوم عودة التغيير، أليس الأجدى كان أن التغيير تعود إلى الاتحاد وفق الشروط اللي وضعها الاتحاد أو وفق الرؤية اللي كان يؤمن بها الاتحاد؟ الظاهر الآن من هذا الاتفاق أن الاتحاد يعني قد تحلى ببعض المرونة، ما أريد أقول للخضوع ببعض النقاط، وانسحب للتغيير. أتصور بأنه الاتفاق بين حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني يثبت بأنه الطروحات التي طرحت من قبل حركة التغيير ضد الاتحاد الوطني الكردستاني وأظهارها بأنه حزب متعفن وحزب انحرف عن مبادئه وحزب فشل في تحقيق مهامه، أتصور هذا انتهى. انتهى. يعني اقرار من عندهم بصواب خطكم. هم بالتاكيد تراجعوا من هذه الطروحات، وهناك مراجعه جاده داخل حركه التغيير بانه هذه الطروحات لم تنجح، لم يحقق ماربه. الان هناك اتفاق بيننا، الاتفاق ثلاث نقاط جوهريه عكس قناعات الاتحاد الوطني كانت اللي ذكرتها حضرتك، الان تم الاقرار بها. يعني هذا ما يسمى ما له علاقه، هذا يعني ما هذا ما يسمى نوع من التنازل. لا، هذا ما له علاقه بسياسه التغيير اتجاه الاتحاد الوطني الكردستاني. انا اقصد بانه حركه التغيير اثناء انشقاقها من الاتحاد الوطني الكردستاني كان يريد بانه يكون بديلا للاتحاد الوطني الكردستاني، والان الاتحاد صمد وانتعش الحين واصبح من الاحزاب القويه، وحركه التغيير حركة التغيير حاول وجرب عدة تجارب، أصبح معارضة لم ينجح، أصبح جزء من الحكومة الكردستانية لم ينجح، خرج من الحكومة الكردستانية وبقي لم يتمكن أن يحل مشاكله بدون الاتحاد الوطني الكردستاني، وبالنتيجة الحوار بيننا وبينهم وصلت إلى هذه النتيجة. هذا يدل على أنه وصل إلى اتفاق، هذا يدل على أنه الاتحاد الوطني الكردستاني قوي جدا، وأن التغيير قد اقتنع بوجهة نظر الاتحاد. طبعا اقتنع. طيب الاتحاد كان خط مهادن مع الديمقراطي، الآن الاتحاد اتخذ خط ومسار آخر قد يكون يعني صدامي. الاتحاد الوطني الكردستاني كان له خط متوازن مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحفظاتي حول هذه النقاط التي ذكرته هو أن يسبب بفقدان هذه التوازن فقط. هذا بس هي صحيحه يعني هو يعني يقصد هذا قلق وبيان بيان الحزب يعتبر بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني حول الاتفاقيه التي عقدت بيننا وبين حركه التغيير يدل على انه لديهم مخاوف كبيره، هم من وجهه نظرهم. نحن نحاول من الان فصاعدا ان نشرح بانه اتفاقنا لن يكون على حساب أو اقتراب من أي مؤامرة، لا من الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا من أي جهة أخرى. شخصيا أبدا أبدا أرفض أي لعوبة مؤامراتية. بس هذا خطك. نعم. اللي أنت تقول يعني ما تم يعني الاحتكام له ومشوا بخط آخر، أنا أقصد ما تعتقد راح تجي لحظة، لأنه أنا أقصد رد فعل الديمقراطي الكردستاني كان يعني غير مشجع. لا، قوي كان. اي مو صحيح، يعني قصدي ما يباركون هذا الاتفاق، لا انتقدوه ويعتبرونه نوع من التهديد لهم، انتقدوه، فهذا ما يوصل الى مرحله معينه. اقصد بالذات يعني مساله الزعامه هاي اللي لا تجد لها حل، يعني ربما في كردستان يعني منذ سنتين او اكثر. ما
انت 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 حضرتك كقراءه استراتيجيه لما استقول اليه الامور، ما تتخوف من الرجوع الى موضوع الاداره، يعني اقصد الى ادارتين، اداره سليمانيه واربيل؟ اذا لم نجد الحلول الصائبه والموضوعيه والعقلانيه هذا احتمال مضاعف. لازم نسعى بكل جهودنا ان نجد الحلول الصائبه لهذه المشاكل اللي الى حد ما تعمقت بين الاتحاد وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني. طيب خلي شوي ارجو يتسع صدرك، يعني خلي يكون شوي اكثر الصراحه. الاتفاق مع التغيير ما راح يؤدي الى ابعاد مطامحك الشخصيه لان تكون انت الاقرب للزعامه؟ لا، أنا ما أؤمن بالزعامة، هذا بصراحة قايله وكل رفاقي بالاتحاد يعرفون. أنا أجزم بأنه بعد فخامة الرئيس مام جلال موقع سكرتير الاتحاد الوطني الكردستاني وهيكلة الاتحاد الوطني الكردستاني في المؤتمر الرابع القادم يجب أن يتغير. لن نتمكن أن ننتخب أي شخص يملأ فراغ جلال الطالباني في تاريخنا، هذا انتهى المرحلة، يجب أن نغير تركيبة الاتحاد وتركيبة قيادة الاتحاد وتركيبة رأس الهرم الاتحاد رغم أن نغيره. يعني تغيرون يعني رمزية القيادة تتغير؟ نوعية القيادة نغيرها، الرمز يبقى مام جلال، أقصد نوعية القيادة نغيرها. نعم طيب هذا رأيي. نعم. المؤتمر يوافق أم لم يوافق هذا شيء آخر. تراكم بسفينة وهي سفينة موجودين. إي موجودين. يعني أقصد هو مصيرك من مصيرهم. أهلا وسهلا. نعم. يعني أطرح المسائل داخل المؤتمر. إذا لا سمح الله إذا تغرق الكل يغرق. لا ترى صح. بس إذا نعقد المؤتمر ما نغرق. هذا يعني إحنا وصلنا إلى بر الأمان. إن شاء الله. طيب أسألك عن حق تقرير مصير في هذه الفترة بالذات. كيف ترى حقنا؟ لا أقصد الدعوة والاستفتاء. حقنا أتصور بأنه حضرتك وكل المشاهدين العرب الأعزاء يعرفون بأنه إحنا منذ عام 1921 ولحد الآن 35 سنة تحملنا 37 سنة تحملنا نظام الملك ولم يحقق حقوقنا الديمقراطية. أربع حكومات جمهورية، حكومة عبد الكريم قاسم، البعثيين عبد السلام عارف، عبد الرحمن عارف، 10 سنوات حملناهم ولم يحققوا حقوقنا. إذا تسمح لي ما أريد أقاطعك. إذا تسمح لي. وبعد انقلاب البعثي 68 إلى سقوط البعث 2003 35 سنة تحملنا النظام القومي العربي العروبي ولم وصلنا إلى الأنفال، إلى استعمال السلاح الكيميائي، إلى حلبشة، إلى 5000 قرية كردستانية أبيدت عن بكرة أبيها. أوكي؟ 95 سنة إحنا تحملنا هذا الوضع. هذا كله مفهوم. والآن بعد السقوط ولحد الآن، من 2003 ولحد الآن إحنا 13 سنة تحملنا النظام الفيدرالي، هذا وضع العراقي. إحنا إلنا حق مبررات. أنت الآن قلت الكل مقتنع بهذا الحق. يعني ماكو جدال. لا الكل ما مقتنع، عفوا الكل ما مقتنع على مود هذا الشرحته للرأي العام العربي. 95 سنة إحنا تحملنا كل الأنظمات المتعاقبة بهويات مختلفة بأيديولوجيات. الآن نضجت الرؤية أنه أكو قناعة عند الجميع، لكن أنا السؤال مالتي أقصد التوقيت. أنت تعتقد أن التوقيت هو مناسب لاستفتاء لحق تقرير المصير ولا لا؟ لحد الآن احنا ما مقررين بأنه توقيت هذا الأسبوع أو شهر آخر. كمبدأ مقرر 17 حزب كان لنا اجتماع وقررنا بأنه الاستفتاء حقنا الطبيعي. بس أوكي. أي وقت نبدأ ممكن شهرين ثلاثة أربعة أشهر متى ما أعرف الحقيقة. أنت حضرتك بدك تجبرني أكون أكثر صراحة يعني. وأنا طيب أجاوبك. أنا اللي أقصده موعد إجراء الاستفتاء قد يكون هو مخرج لمشكلة الزعامة في كردستان، هل تتفق مع هذا الرأي ولا لا؟ لماذا تربط الاستفتاء بالزعامة؟ أقصد الشاغل القومي راح يغطي على كل شيء آخر. والآن الشاغل القومي مغطي على كل شيء حقيقي. الآن أيضا حينما أقول بأنه نسبة
الإسلاميين في الانتخابات 17%. السبب الرئيسي يعود بأنه الحركة القومية طاغية على الرأي العام الكردستاني. والاستفتاء مسبقا أقول لكل الرأي العام العربي ولكل الدول وكل العالم، إذا نجل الاستفتاء في كردستان العراق مو أقل من 95% يوافقون على حق تقرير المصير. جيد. طيب إذا كان الكرد يبحثون عن انفصال أو الاستقلال بذاتهم، مين راح تدفعون الرواتب إذا كان يمكن 6 أشهر أو 7 أشهر أكو ناس ما مستلم رواتب وأنتم مع الحكومة المركزية الآن، فكيف ممكن تديرون أنتم شؤونكم بذاتكم؟ مع الأسف هذه العقلية هو عقلية خنق الإرادة الكردستانية. من الآن يفكرون بأنه يخنقون بسبب الرواتب بسبب الاقتصاد؟ لا، مو حضرتك. كيف مو حضرتك؟ هذا السؤال نابع من اللي انشاده بالمشهد السياسي العراقي وفي المنطقة أيضا. كل سؤال الدول الإقليمية منين تجيبون الرواتب، منين تجيبون الاقتصاد، هذا نابع من عقلية شوفينية حقيقة. هذا نابع من عقلية بأنه لا يقبلون، ما يقبلون حق تقرير المصير. كل مرة يسألون أنتم تنفصلون أم لا، ما تنفصلون، إحنا ما ننفصل، إحنا نحقق حق تقرير المصير. ليش انفصال؟ أرضنا أرضنا، تاريخنا تاريخنا، إرادتنا إرادتنا، حقوقنا حقوقنا، ليش انفصال؟ ما هو مثبت حق تقرير المصير من البداية. أوكي، مثبت. إذا نجري الاستفتاء. مو أنت حضرتك تقول يعني إحنا ما ننفصل. لا، ما قايل ما ننفصل. لا، أنت ما أقول إحنا نحقق حق تقرير المصير، وهذا حق قانوني مثبت. أوكي. مثبت هذا بالفكر بالفلسفه بالايديولوجيا بالقانون. استاذ بدون يعني بدون 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 تحسس، انا داعني للسؤال ب يعني خلينا نقول هو سؤال بريء. اذا كانت يعني كردستان الان هي غير قادره على دفع الرواتب، تعتقد راح يكون هناك اكتفاء ذاتي ان تدير الدوله يعني شؤونها بمفردها، ام ان هناك خلينا نقول وعود بمجتمع دولي؟ يعني اولا هناك ازمه ماليه طاحنه في العراق وفي المنطقه. سعر النفط نزلت الى 23 دولار برميل النفط، الان صعدت الى 50 دولار، هذا تحسن الوضع الى حد ما. هذا واحد. ثانيا، اذا احنا نقدر ان نستثمر الموارد الطبيعيه في كردستان و نأمن السوق لتصدير الغاز والنفط الكردستاني الموجود في كركوك وفي خانقين وفي هذه المناطق، اتصور بانه الراتب يكون شيء سهل لنا. اذا يكون شيء يعني مطمئن. ما مستعصي عليه. طيب، بماذا ترد على اقتراح السيد العبادي لما تم يعني سؤاله عن موضوع الرواتب في كردستان، لما قال ابعثوا لنا النفط واحنا نتكفل بالرواتب؟ هو الاتفاقية بيننا وبين الحكومة العراقية بعد السقوط ولحد الآن حول الموارد الطبيعية، هناك أخطاء بنيوية حقيقة. على مدى هذا احنا نطلب بإعادة التفاوض حول هذا الملف، حول هذا الملف، واحنا مستعدين بأنه نتفق وفق مشروع جديد حول هذا الملف وننفذ ما هو واجب علينا لنسبة النفط اللي يعود إلى بغداد. نعود إلى موضوع حق تقرير المصير، تعتقد إيران مع رغبة الإقليم بإعلان دولة؟ لحد الآن أي دولة إقليمية لم تصرح بأنهم مع الاستفتاء أو مع حق تقرير المصير. لا، كقراءة أقصد. كقراءة، شوف، بعد ما أعلننا عن الفيدرالية 92، 4 دول في المنطقة، إيران، تركيا، العراق، سوريا، كل شهرين رؤساء وزراء الخارجية كانوا يجتمعون حتى يجهضون هذه التجربة. احنا قاومنا الجوع، قاومنا الحصار، قاومنا الضغوطات، كلها قاومنا. ومع هذا بالنتيجة التجربة الفيدرالية أثبت لهم بأنه هذا في خدمة أمن المنطقة وسلام المنطقة واقتصاد المنطقة. الآن تركيا وإيران يتعاملون مع الحكومة الفيدرالية تعامل رسمي. أول دولة في المنطقة رفعت راية كردستان هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية حينما استقبلوا رئيس الوزراء، وتركيا أيضا رفعوا راية كردستان في تركيا لاستقبالهم سيد مسعود برزاني واستقبالهم سيد نيشيروان برزاني.
أتصور بأنه أي دولة من دول العالم وأي شعب من شعوب العالم حينما حققت استقلالها قبل أي دولة من دول العالم ما أنطهم ضمان بأنه إذا يستقلون يعترفون به، ولكن بعد الاستقلال الاعتراف أتت متوالية لهم. كل أوروبا الشرقية مسبقاً أي دولة ما اعترفت بهم بأنه إذا استقلوا يعترفون بهم، حتى أمريكان كانت ترفض استقلال أي دولة من دول أوروبا الشرقية، أي شعب من شعب أوروبا الشرقية، ولكن بالنتيجة أمريكا أرسلت الطائرات والجيوش لكي تدافع عليهم في يوغوسلافيا. خلي ننتقل للشأن العراقي. يلا. بشكل عام الأحداث اللي حثت والاقتحامات اللي صارت منطقة الخضراء واهتزاز يعني كيان النظام السياسي بالعراق، شي ولد عندك يعني من رؤية مستقبلية، نوع من الاطمئنان، الثقة، أم أن كل شيء اهتز بالنسبة إليك؟ أكثرية الأشياء اهتزت، الحكومة ما قدر أن يحقق ما رفعته من شعارات حول التكنوقراطية وهذا، كل هذه الأمور وصلنا إلى المربع الأول حقيقة بالعراق. يعني رجعنا إلى المربع الأول. أنا التقيت بدولة الرئيس عبادي قبل حوالي شهر وهيجي أسبوع، في كان عند فخامة الرئيس فؤاد معصوم. نعم. دكتور فؤاد معصوم. قلت له تريد أن تشكل حكومة تكنوقراطية في بلد ما في مؤسسات؟ التكنوقراطية في أوروبا، الحكومات التكنوقراطية في أوروبا يمكن أن ينفذوا مخططاتهم وعقلهم وتجاربهم التكنوقراطية من خلال مؤسسات والخبراء. نعم. البلد على حافة الهاوية، يا حكومة تكنوقراطية بدون توافق سياسي يستحيل أن يشكل حكومة هنا. قلت لك الحق أن تقول بأنه حكومة كفاءة وزارية منسجم مع التوافق السياسي، هذا بالإمكان تحقيقه، ولكن غير ما يتحقق يا تكنوقراط في هذا البلد. العبادي نفسه كفو مرشح للتحالف الشيعي، هم يتحمل المسؤولية مو إحنا. السيد ملا باختيار، مسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد الوطني الكردستاني، أشكرك جدا. يا أهلا وسهلا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين. هذا عامر إبراهيم، يتمنى لكم أطيب الأوقات والسلام عليكم.